شوف هو انا تو الموضوع هذا نتاع المنذر الزنيدي في زوج مستويات. انا ديجا ملي تطرح وقت اللي نحن لايف وهبطت التدوين التدوين انا قلت نفرق بين زوج مسائل انه خاطر جاي بعدك اللقاء اللي عملوا الرئيس في القصر ومنه غدوه هبط وشكون يقصد الرئيس قلت انا كيما كالعاده منسجم مع نفسي قلت راهو اي مواطن تونسي عنده الحق يترشح ما نفروا بعد نهارين ولا ثلاثة وقتها تعدى 48 ساعة اللي قضية عنده من 2015 ولا بتذكره البارح في النقاش اللي عملناه بأصدقائنا خسرنا خليفة ورحال كي ترح سرحان موضوع التنقية بتاع الوضع المسألة المناخ في البلاد كلمة تنقية داير مش عجبتني برشا نعدوا فيها ياسر معنا ما يعني تحسين خلينا نقول اخلاقه كيما كان حاب يعمل وش الشهادة هذاك اخلاقه اخلاقه الحياه السياسيه انا البارح جيك انت البارح جاء الواحد وقت قلنا لا يلزم ما يجمدوا له القضايا لا مش بتروح يجمدوا له ما يجمدوا قضايا حتى حد واحد عنده قضيه من قبل ماشيه ما تكمل اما مش قضيه مجمده ما هذه ملوين وقتها واحد يقول هذا هي مجمده وفجاه تولي حيه هي مجمده عندها درقدين فجاه تولي معناتها كيف ما قال انا معاه خليفه يلزم انا شو ادوات التحليل العلمي ونكونوا علميين ودقيقين مع العلميه انا في الامور هذه والموضوعيه والدقه والمنهجيه والامور هذه انا مانيش معك المنهجيه العلميه تقتضيا واحد يغزر المعطيات اللي قدامه كل وفجاه حاجه مجمده تولي حيه ما لازم نطرح سؤال مجمده تولي حيه ما قلناش يا خويا يا اخي نقاش نحن تو نتاعنا ننقدوا مذر زنيدي ولا لطفي المراحي ولا اكس ولا يجريجا بيش نحن ما نخلطوش المساله هذيا نتاعنا نعطيو راينا انا حتى المذر زنيدي نهرتها قلت اول من باش يجي باش يطرح الترشح نتاعو باش يكون ضده وتو نعمل بعد بالرغم اللي مش وقته تو نعملوا ضربه علاش ما يكون ضد اما 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 في نفس الوقت راهو ليه ها عنده الحق يترشح عنده هذيك من 2011 ما كانش كان ما عملناش القاعده هذية قيس سعيد نفسه ما يلقاش روحه في وسط ماهوش معني كان نشوف قواعد اللعبه بتاع ما قبل 2011 ومصلحه تشخيص النظام سياسيا وانت مع المسار وانت وطني والا لا ما ترهب ترهب اقف وطني باهي وطني تعدى ما ماكش وطني ما. ليه فما قواعد لعبه واضحه وقانون هو اللي يفصل في المواضيع هذه مش تقدير وانتباع ذاتي وقت دخلنا في دخلنا وقت في الفوضى حتى قيس سعيد معناتها في المستقبل ينجم يدفع الثمن من اجل ذلك على خاطر ندخلوها بعضها قواعد اللعبه الحاجه الاخرى اللي هي المتمثله في انه السيد منذر زنيدي قلت انا من المره اللي فاتت النص اللي فات ومن بعد هبط التدوينه زاده والنص هذايا من المستحيل انا في رايي يكون كاتبه منذر زنيدي هو ما انت تقمص هو عنده فريق عمل تقمص شخصيه بالك شقر على روحه في فرنسا بدا نجم يكتب لا ما ولا ما فرنسا بالذات ما نجموش يخرجوا منها نصوص كيفنا كيك لا يخرجوا لا خليفه خليك عندك ناس تكتب له عنده فريق عمل وين قلت المره اللي فاتت ما حبيش برك نذكر الاسماء فما ناس قرب منهم وقت اللي كان مع بن علي اخي ما بن علي تقبليك جبد خليفة على المسار المتنوع ما هو بن علي كان متنوع زيد التجمع هو من أسباب تسميته خرج من حزب كذا الدستوري سماها التجمع في آخر الثمانينات خاطر كان القرار هو أنه فما روادف وكذا وما روافد قلت روافد ومجموعات وجماعة محسوبة على اليسار مش مسار وجماعة محسوبة إيه لا نحكي كان فما حتى نقاش في تلك الفترة يا طارق كان فما حتى نقاش في تلك الفترة هل بن علي ينجم يقعد رئيس من غير ما يولي حزب ويبعد على الحزب وما يكونش رئيس الحزب وإنه يتخلى على جانب الحزب أقنعوه اللي هو يلزمه يقعد يتحول حزب اشتراكي لكن كان فما نقاش بأنه لا ابعد أنت على هذا الكل وخلي الحزب على أهم من شكل التنظم هو المضمون هو فكرة أنه ناس داعمة سياسيا طرف ولهنا شخص ومتنوع كان معاه ناس من جماعة اليسار هو كان قريب ما حتى في الحوض المنجمي كلي فمن بين من كلي فوق من داخل الحكومة أنه يحل مش مسألة خليفة قال كان صامت ليه هو كان مشارك في النظام
كان يطلع ويشارك ومساهم. قيس سعيد كان صامت صامت في الدفاع عن الحريات الواحد. ما كانش صامت صامت على انه ما يحكيش على الحريات. هو مش فقط كان صامت ما يحكيش على الحريات، هو كان اكتيف مع دولة الاستبداد. مش كان صامت صامت واحد قاعد في الدار يمشي يروح للدار للخدمة وصامت. هذه ليه؟ هذا كان اكتيف، احد اعمدة النظام، الحكومة والنظام من ناحية سياسية والحزب. دونك بدل رايه ما يقلقش. انا ما بالعكس راه انا شخص واحد تعرف بالثورة ما يقلقش، يقدم لنا نستنى في النص تاع راي ها والغلط ها المراجعات اللي عملناها ها الغلط فيش انا غلطت. كيما قال العياشي المره اللي فاتت على انه يلزم تصير الناس اللي شاركت في العشريه هذيك تعمل نقد ذاتي، الناس بانه تعمل نوع من النقد الذاتي. هو يستنى في النص، الجماعه اللي ماذا بيا اللي كتبوا له يخموا له في النص هذايا نتاعك، ومن بعد نبداو نتناقشوا بعد شنو باهي شنو تحب تعمل. خاطر النص تاع البارح باهي في الانشاء باهي في الابداع الادبي، اما شنو تحب تعمل البلاد مش مازال مش واضح بالنسبه لي. واضح هاي